صاروا يضربوا علينا في طيارة الهليكوبتر، ضرب اطلاق نار على شبابيك المدرسة، ابني تصاوب محمد، كان أذان الفجر تصاوب، أجا طلق نار في ظهره، أخذته على المستشفى الشفا. أنا كصوروه حكى للولد مش ماكل شظية، ماكل طلق ناري، وطلق ناري هذا طوله 12 سنتي، وتحت الإبط، هو الطلق موجود حاليا في جسم ابني تحت الإبط، وابني بيعاني من اضطرابات نفسية، بيعاني من خوف، دائما صداع معاه، بيعرفش يلعب مع أصحابه لما بسمع صوت طيارة، حتى لما بسمع صوت الزنانة بتلاقيه بخاف وبضله في حضني بطلعش. وانا بحاول اخذه على المستشفى عندنا، بس المستشفيات عندي مش عم بيفيدوني يعني، وكل شيء يحكوا لي بعد الحرب بعد الحرب. طب انا ايش استنى على ابني بعد الحرب؟ وانا طلعت من رفح، حاليا انا في الدير، يعني عايشه في خيمه زي ما انتم شايفين، يعني برضه ضايل القلق والخوف عند اولادي. انا مش عارفه كيف بكره يعني رح يرجع على المدارس، انا اولادي من الاوائل، انا ابني محمد هذا الشاطر عندي ما شاء الله عليه، انا ابني محمد هذا بجيبهاش الا في التسعينات.